هروب المسيح إلى أرض مصر. وفي سؤالين مهمين جدا نجاوب عليهم بنعمة المسيح وإرشاد الروح القدس. لماذا الهروب؟ ده السؤال الأول. ولماذا الهروب إلى أرض مصر؟ وده السؤال الثاني. إن كان الإنجيل ده يهم كل المسيحيين في البشرية كلها وتحققت فيه نبوات كثيرة زي ما سمعنا النهاردة 3 مرات في فصل الإنجيل في 11 عدد بس تحقيق 3 نبوات، ودي عادة القديس متى يقول لكي يتم ما مكتوب في الأنبياء ويقول النبوة. تحققت نبوة هوشع النبي من مصر دعوت ابني في هوشع 11:1، وتحققت نبوة أشعيا النبي في إصحاح 19، وهنتكلم شوية على الإصحاح ده، أكتر إصحاح الناس بتتكلم عليه اليومين دول، على يكون مسبح للرب في أرض مصر. وتحققت نبوة أرمية صوت سمع في الرامة رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين، على مذبحة بيت لحم اللي عملها هيرودس. لما زي ما بقول إن كان الإنجيل ده يهم المسيحيين كلها في المسكونة كلها، فبصفة خاصة بيهمنا إحنا على أساس إن بعضنا ولد في مصر وحتى أبنائنا ينتموا إلى مصر. لماذا الهروب؟ ولماذا الهروب إلى أرض مصر؟ وعشان في بركات كثيرة فصار عيدا، احنا مش مكسوفين ولا زعلانين ولا حاسين ان دي نقطة ضعف ان المسيح يهرب. لماذا الهروب؟ فكرة الهروب في الموقف دوت فكرة كتابية وفكرة روحية. مبدأ روحي أسسه الكتاب المقدس، يقول الكتاب الصديق يبصر الشر فيتوارى. فأول سبب ربنا هرب لأنه صديق، لأنه القدوس البار الذي بلا خطية وحده. ففي الموقف دوت يتوارى من الشر وليس خوفا، وحاشا لله أن يخاف. نمرة 2 بيعلمنا اللي احنا نهرب من الشر. الكتاب يقول ومع مبغضي السلام كنت صاحب سلام. فلما الناس زي هيرودس يعاملوا المسيح او الحاكم حاليا او غيره او بعض الناس اللي مختلفين معنا في المذهب او الديانة يعاملونا بقسوة او بشر، فنحن لا نجازي الشر بالشر. مع مبغضي سلام كنت صاحب سلام. ولئلا يظن البعض أن المسيح لما هرب بضعف أو خوف، هو هرب يعني منين؟ من وجه الشر اللي في هيرودس. إيه اللي بيحرك هيرودس عشان يصنع شراً لدرجة وصل لمرحلة عشان يتأكد أن هو يقتل المسيح الطفل؟ قتل 144 طفلاً من أطفال بيت لحم وكل تخوميا من سنة 2 في مدون، ومع هذا ما قدرش يوصل لربنا يسوع المسيح. فالشيطان بيحرك هيرودس بطريقة عجيبة جدا. فهروب المسيح ليس خوفا، ولكن دي علامة قوة. الشيطان بيحرك هيرودس، ولكن هو ذهب إلى أرض مصر ليصنع عملا عظيما. الشيطان بيعمل بقوة في ذلك الوقت في أرض مصر، ومخلي أرض مصر تعبد الأوثان. فراح المسيح يحارب الشيطان في أكبر موقع من مواقعه وانتصر عليه. لو واحد هربان نتيجة للخوف ما كانش يقدر يعمل كده. فالمسيح لما دخل أرض مصر هدى الأوثان وهدى مبدأ عبادة الأصنام وهيئ الكنيسة لتقبله، وبعد كده بعت لها مرقس وتأسست الكنيسة. ولكن المسيح هو مؤسس الكنيسة في مصر. إن ما معنى
أن المسيحية تبدأ، لابد لكي تبدأ وتبدأ قوية أنك أنت تزعزع الديانات الوثنية السابقة لها. وده موضوع تحقق أن لما المسيح دخل اتهزت الأوثان وسقطت، زي ما هنشوف في موضوع أشعياء، وزي ما هنشوف النبوات اللي موجودة في العهد القديم. فهو دخل إليها مع يوسف النجار والعذراء القديسة مريم وسقطت الأوثان وأسس الكنيسة في مصر. نقطة الرابعة، لماذا هرب المسيح؟ هروبه كان عايز يعلمنا إن إحنا ما نوجهش الشر بالشر، لا نواجه الشر بالشر ولا العنف بالعنف، زي ما قال لنا القديس بطرس في رسالته الأولى إصحاح 2 من عدد 21 لغاية عدد 23. المسيح كل شيء عمله وضع لنا مثالا لكي نقتفي خطواته. يقول فأن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته، الذي لم يفعل خطية ولا يوجد في فمه مكر، الذي إذا شتم لم يشتم عوضا، وإذا تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بالعدل. فالمسيح عمل كده، لم يواجه الشر بالشر ولكن انتصر على الشر حتى بهروبه. النقطة الخامسة والأخيرة في موضوع لماذا هرب المسيح، هرب لكي يطبق ما يعلمنا به. ما فيش حاجة المسيح قال لنا اعملوها وما عملهاش بنفسه عشان يضع لنا مثالا. كان زمان في الجيش في مصر، ما عرفش لسه بيعملوها دلوقتي ولا لا، لو الضابط قال لحد من الجنود اعمل التدريب الفلاني، من حق العسكري يقول له اديني بيان يا فندي. اللي دخل الجيش يفتكر الحكايه، اديني بيان يا فندي، يعني قال له اديله مثلا تدريب القرفصاء ولا حاجه، يقول له اديني بيان يا فندي. الضابط يعمل له مره واحده ازاي يعمله، وبعد كده ان شاء الله يطلب منه 100 واحده لازم ينفذ الامر. انما لو الضابط ما اداش بيان، من حق العسكري يتذمر ويروح للي اعلى منه وما يعملش التدريب او العقوبه او التمرين ده. انما المسيح هو اللي واضع الناموس، اي ما يقول لنا اي حاجه بيعملها بنفسه، يورينا بيان قبل ما نطلب منه. قال لنا صلوا هو صلى وهو غير محتاج للصلاه، صوموا هو صام وغير محتاج للصوم، وهكذا في كل شيء. المسيح في الموعظه على الجبل قال لنا كلام هو طبقه بنفسه. يقول لنا في الموعظه على الجبل صح 5 في انجيل متى من عدد 39 لعدد 47، لا تقاوم الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، من أناد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فأترك له الرداء أيضا، من سخر كميلا امشي معه 2، من سألك فأعطيه، من أراد أن يقترض منك فلا ترده، أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسؤون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. المسيح نفذ الكلام دوت في موضوع الهروب وفي كل حياته على الأرض. دي إجابة سريعة لماذا هرب المسيح. السؤال الثاني، لماذا هرب إلى أرض مصر؟ الحقيقة بركة كبيرة لينا، بركة كبيرة لينا. نمرة واحد، هرب إلى أرض مصر عشان مصر كانت رائدة العالم الوثني أو الأممي، رائدة. يعني في الوقت ده كان بيقسموا العالم لجزئين، بني إسرائيل شعب الله، وبعد كده كل الشعوب الأخرى اللي بتعبد الأصنام ولا تعبد الإله الحي، يبقى دول اسمهم الأمم. مصر كانت رائدة في موضوع عبادة الأصنام، فهو رايح عشان خاطر يهز العبادة الوثنية بنفسه. نمرة 2، مصر بفرعونها كانت تشير إلى العبودية، فعايز يؤسس مبدأ التحرر من العبودية، وليس التحرر من العبودية الجسدية فقط، ولكن أهمها التحرر من العبودية الروحية،
إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. كل من يفعل الخطية هو عبد الخطية، وربنا يسوع المسيح جاي عشان خاطر يعتقنا من الخطية لكي نعيش في حرية مجد أولاد الله. نمرة ثلاثة، مصر يعني مشهورة بخصوبة أرضها وغناها. ما تبصوش لمصر دلوقتي، اللي اتاخد من مصر واللي لسه بيتاخد منها كان يكفي العالم كله. عمرو بن العاص لما دخل مصر كان بياخد حمولات بكل خيرات مصر، وكانت تطلع على جمال وعلى حمير، يقولوا انه ممكن توصل الى العربية، كانت اسمها سعودية طبعا في الوقت ده، ويكون اخرها لسه موجود في مصر. واقروا كتاب حكايات الفتح بتاعت سناء المصري، وشهد شاهد من اهلها. بس مصر معروفة بالخصوبة، وبالتالي حياة الطرف. فربنا عايز يقول اه كويس ان في امكانيات وانا اللي مديها لكم، انما ما تتكلوش على زراع بشري. عايز احولهم من الطرف ومحبة العالم وكل ما في العالم الى حياة روحية عجيبة. نمر أربعة، اراد الله ان يقدس ارض مصر. اراد الله ان يخلصها من الوثنية. خش في اشعياء 19، وإذا الرب راكب على سحابة خفيفة سريعة وقادم إلى أرض مصر، فترتجف أوسان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر في داخلها. وده اللي حصل فعلا لما دخل المسيح، كل بلد يخشها في معبد وفي آلهة وثنية كانت تسقط من قدام رب المجد. فهنا ربنا بيستأصل العبادة الوثنية. لما بنعمد إنسان بنقول كل بقايا عبادة الأوثان انزعها من قلبه، بالذات لو كان إنسان وثني. ليس فقط، ودوت السبب الخامس، ليس فقط لكي يخلص مصر من الوثنية، ولكن لكي يؤسس المسيحية بنفسه. ونرجع لأشعياء تاني 19، بس عدد 19 و20. في ذلك اليوم يكون للرب مذبح في وسط أرض مصر، وعمود للرب في تخومها، فتكون علامة وشهادة للرب الجنود في أرض مصر. يبقى لماذا هرب؟ عرفنا. ولماذا هرب إلى أرض مصر؟ دي بركة وفخر ومجد لينا. مصر في الكتاب المقدس أكثر بلد ذكرت بعد كنعان أو المنطقة بتاعة بني إسرائيل. مصر في الكتاب المقدس ذكرت 714 مرة، منها 68 مرة ذكرت بس في سفر الخروج. طبعا كان لازم تذكر كثير، والخروج والوضع اللي احنا عارفينه بمناسبة خروج بني إسرائيل من أرض مصر. مصر أسسها مصرايم اللي هو حفيد نوح، عشان كده سموها مصر. ومصر كانت أيضا رمز وملجأ لكل المحتاجين أن يجدوا ملجأ. والمسيح كان بيكمل على المنهج القديم، ذهب إليها إبراهيم أبو الآباء ويعقوب، وولد فيها موسى في أرض مصر، وذهب إليها يوسف وكل إخوته. وحتى أرميا النبي هرب إلى أرض مصر في فترة معينة. كان في خطبة للشيخ محمد العريفي وهو من السعودية الأسبوع اللي فات ده في جامع عمرو في مصر، كلم كلام رائع عن مصر. خيبة لما ما نلاقيش حد يتكلم عن مصر بهذه الكيفية من القيادات المصرية، فيجي واحد من الخارج يتكلم على مصر. أنا سمعت الكلمة كلها في منتهى الجمال والعظمة، إن كان في بعض الناس بيدوها أبعاد سياسية ولكن خليهم يسمعوا. لدرجة بعض الكتاب قالوا إحنا تعلمنا عن مصر من الراجل سعود، وقالوا إزاي إن الخطباء بتوعنا ما يتكلموش على مصر بهذه الكافية، وتكلم عن الأقباط بطريقة عظيمة جدا.
واتكلم في الحتة دي بالذات وذكر بهذا الترتيب إبراهيم ويعقوب ويوسف وإخوته وقال إن موسى ولد فيها. ما عرفش سمعتوا الكلمة دي ولا لا، ارجعوا لها كويسة. يعني أول امبارح نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بيعمل اجتماع كل فترة بايبل استادي يعني، واتكلم على أشياء 19 وقال على فكرة الملك اللي يقيم ملك ده بيقولوا عليه على مرسي. ودي المشكلة اللي الأقباط اليومين دول متكلمين على أشعة 19 بطريقة عجيبة جدا، وكل حاجة حتى موقعة الجمل بيقول لك دي موجودة في أشعة 19 بتاع 28 يناير. كلام كتير عمال يتقال في الموضوع ده، بس دي خطيرة إن إحنا كل ما نمر بأحداث نحاول نلزقها، ودي في بعض الناس بتعمل كده، والنبوات لا تفسر بهذه الطريقة. واضح ان موضوع اشعيا 19 في جزء الاولاني منه نبوات وقد تحققت، واهمها موضوع تاسيس المسيحيه في مصر والمذبح في ارض مصر، ويكون مذبح للرب في ارض مصر وكل تخومها، ويكون ويح انا قادم الى ارض مصر، بيتكلم على المسيح ودخول المسيح ارض مصر. فما ذكر قبل كده يبقى تم وتحقق وبعد كده يستمر. أي نعم إن في بعض النبوات ممكن تتحقق في وقت معين وتتعاد تاني في عصور أخرى، ولكن مش هو ده منهجنا في التفسير. ومرة في وقت طويل نتكلم على 19 آية آية ونرد على كل التوقعات اللي الناس بيقولوها. إنما أرض لماذا ذهب المسيح إلى أرض مصر؟ يقول سيدنا البابا أم بشنود الثالث ربنا يناح نفسه، أراد الله أن يصالحها بنفسه. بعد العشر ضربات اللي سمح بها ربنا عشان نخرج بني إسرائيل من أرض مصر، كلام لسيدنا البابا، وإن كانوا يستاهلوا لأنهم استعبدوا بني إسرائيل واستغلوهم بطريقة صعبة جدا، فربنا خرجهم بزراع قوي، وربنا طلب بالهداوة إن موسى يقول للبني إسرائيل اطلق شعب ليعبدني في البرية من غير موضوع الضربات، ولكن فرعون قسى قلبه، فربنا ادال أول ضربة وصرخ وقال له بس قول للربنا ياخدك وياخد أنت والشعب بتاعك بس يرفع عن الضربة دي. ماشي، عمل كده رجع قلبه تاني تقسى واستمرت لضد 10 ضربات. وعلى فكرة الترجمة اللي في ايدينا بالعربي ضعيفة جدا، لما يقول الكتاب وقص الرب قلب فرعون، الكلام ده غلط. في النص العبري يقول وترك الرب فرعون لقساوة قلبه. قص الرب قلب فرعون يبقى كل حاجة العيب يجي في ربنا وحاشا، وهو فرعون يقول لك انا اعمل له ايه الاله بتاعك وقسى قلبي. لا، وترك الرب فرعون لقساوة قلبه، لم يتدخل علشان يخفف قساوة قلبه. فرق كبير في الفكر وفي النص. فيقول سيدنا البابا أراد المسيح إن هو يصالح المصريين فيروح بنفسه، وطبعا زي ما قلنا يزيل الأوثان ويؤسس المسيحية. يعني ما عملش كده مع بلاد فارس. بلاد فارس كل الحكاية بعت لهم نجم، والنجم عرف المجوس، والمجوس تبعوا النجم وجم شافوا المسيح في بيت لحم ورجعوا بشروا بلاده. إنما ده محبة وبركة واتضاع من ربنا يجي بنفسه يصالح المصريين ويدعوهم إلى طريق الخلاص. فده يبقى جاوبنا على السؤالين، لماذا هرب المسيح ولماذا هرب إلى أرض مصر بالذات. عايز أرجع حتة صغيرة، وزي ما بقول هنتكلم بالتفصيل عن أشعياء 19 مرة. إنه هروب المسيح إلى أرض مصر والسحابة بلا شك وبلا يعني أدنى تفكير هو بيتكلم على ذهاب المسيح إلى أرض مصر وهو طفل حسب إنجيل النهاردة، وبيتكلم على تأسيس المذبح والمذبح والمذبح المسيحي وليس المذبح اليهودي. بس هاخد كوتيشن صغير للقديس كيرولوس الكبير وإحنا في كنيسته هنا، لما بيقول في الإصحاح إنه ربنا وذا الرب راكب على سحابة سريعة، أول آية في عدد في 19 وذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فتلتجف أوسان مصر في وجهه
ويذوب قلب مصر في داخلها. قديس كيرلس يقول ايه؟ السحابة المتألقة التي حملت الرب يسوع الى مصر هي امه العذراء مريم التي فاقت السحاب نقاوة وطهرا. واما المذبح الذي اقيم للرب في وسط ارض مصر فهي الكنيسة المسيحية التي قامت على انقاض الهياكل الوثنية على اثر تزلزل اوثانها وعلى انهيار برابيها امام الوجه الرب يسوع. وبعد كده في موضوع مذبح للرب وكل تخومها يتكلم على القديس ماري مرقس اللي بدأ من تخومها وابتدى بعد كده ينشر الديانة المسيحية. إنما بنعمة ربنا نتكلم مرة على أشعياء 19 وهو موضوع الساعة لبعض الناس اللي فسروه خطأ. نشكر ربنا يسوع المسيح على هذه البركة العظيمة اللي باركنا بها في أرض مصر. مبارك شعب مصر، من مصر دعوت ابني يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. لربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.